السلام عليكم. الجيش الإسرائيلي وصل بل دخل إلى الشوارع الداخلية في شمال قطاع غزة صباح هذا اليوم. من خلال تقدم مثير للغاية تحدثت عنه العديد من المصادر مثل الميدل إيست آي البريطانية أو تاس الروسية أو حتى وزارة الصحة الخاصة بقطاع غزة. وزارة الصحة لغزة تحدثت وأكدت هذه التفاصيل التي نشرت وقالت بأن الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى المستشفى الأندونيسي. وكان هنالك مقطعا مصورا للدبابات الإسرائيلية وهي تصل إلى المستشفى الأندونيسي. طبعا هذه هي الدبابات كما تلاحظون، وهي من المفترض أن تكون طبعا قريبة للغاية من هذا المستشفى بحسب هذا التصوير، ولكن دعونا نتأكد أولا من أن هذه الدبابات فعلا موجودة بالقرب من المستشفى الأندونيسي. سنلاحظ بأن هنالك بنايات بهذا الاتجاه، هنا مبنى أول ومبنى ثاني ومبنى ثالث وطبعا الرابع والخامس، وهذا هو المبنى السادس الذي مرتفع، طبعا واضح جدا بأنه مرتفع، وهنا مبنى أخير كما هو واضح كمبنى سابع طبعا موجود على الأرض. وكذلك من لقطة مقربة من نفس هذا المقطع ستلاحظ الدبابات الإسرائيلية واضحة، ولحسن الحظ أن الطريق نوعا ما مميز كما نلاحظ هنا بهذا الشكل، وكذلك أن هنالك جدارا أو عازلا أو نقطة فاصلة بين الشارع الرئيسي وهذا الشارع الفرعي الملتف، مع طبعا المباني التي نراها هنا. وبالتالي بالاتجاه بالقمر الصناعي لنذهب إلى المستشفى الأندونيسية التي تعتبر نقطة مهمة للغاية، واحدة من أهم المستشفيات في شمال قطاع غزة. هذه هي بيت حانون، وهنا طبعا مخيم جباليا، وهذا هو المستشفى الأندونيسي. وستلاحظ أن نفس العلامات متطابقة مما رأيناه في هذا المقطع موجودة هنا في هذه النقطة تحديدا. ستلاحظ نفس عدد المباني، المبنى الأول الثاني الثالث الرابع والخامس، وهذا هو المبنى السادس، واضح بأنه مرتفع نسبيا وأعلى من المباني التي تحدثنا عنها، وهذا هو المبنى السابع، وطبعا نفس الشوارع كما نلاحظ ونفس العلامات، وهذا هو طبعا كما هو واضح النقطة الفاصلة أو الجدار الفاصل. وبالتالي نحن فعلا أمام تكامل للصورة، وبأن الجيش الإسرائيلي قد وصل فعلا إلى المستشفى الأندونيسي كما جاءت الأنباء وكما هي واضحة. وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي والدبابات كانت حاضرة في هذا الشارع كما نلاحظ، وبأن عملية التصوير لهذا المقطع كانت قادمة من نفس المستشفى وهو كان يصور كل هذه الصورة. وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي فعلا قد أصبح موجودا على هذا الدوار، على هذه وعلى هذا الشارع المهم للغاية، ألا وهو شارع بيت لاهيا العام. وبالتالي محاصرة كبيرة، وواضح أن الجيش الإسرائيلي على وشك اقتحام هذه المستشفى والسيطرة عليها في ظل أزمة إنسانية خطيرة للغاية. ولكن هو تطور عسكري خطير، وهذا هو طبعا أهم ما في هذا الأمر، لأن آخر صورة قادمة من معهد دراسات الحرب على سبيل المثال والوور مابر توضح أن هذا التقدم لم يحدث، لكن المقطع جاء صباح هذا اليوم ويوضح أن التقدم كان سريعا وكبيرا من الجيش الإسرائيلي من بيت حانون مباشرة إلى هذه المنطقة. أي إذا ما ذهبنا إلى آخر صورة في 24 ساعة الماضية لمعهد دراسات الحرب تلاحظ بأن الجيش الإسرائيلي لا زال في بيت حانون، منطقة رمادية ليس مسيطرا على المنطقة تماما. المستشفى تقريبا تأتي بهذا الاتجاه. الوور مابر أيضا بحسب آخر تحديث لها توضح لك المستشفى الأندونيسي هنا، وبأن الجيش الإسرائيلي لا زال حتى لا يسيطر على بيت حانون، لكن المقطع يؤكد أن الأمور قد تغيرت، ويؤكد ويوضح أن الجيش الإسرائيلي الآن بسط سيطرته بالكامل على بيت حانون، وبأن المستشفى الأندونيسي الذي نتحدث عنه الذي يأتي بهذا الاتجاه الآن أصبح تحت قبضة الجيش الإسرائيلي، وواضح بأنهم تقدموا على مسافة من خلال هذين الطريقين طبعا وهي من الطرق الرئيسية، تقدموا بهذه السرعة لهذا المستشفى وسيطروا على هذه التقاطعات الخاصة بالطرق ليسيطروا على طريق بيت لاهيا العام. وهذا يعني بأنهم تقدموا على مسافة كيلومترين سريعة ليصلوا إلى هذه المستشفى، وهذه تعتبر مشكلة بالنسبة للفصائل الفلسطينية. هذا يوضح أن الفصائل الفلسطينية لم تعد موجودة في هذه المنطقة، وبأن حتى هذه المناطق المفتوحة من الخطر أن يبقوا طبعا في هذه المنطقة، لأن الجيش الإسرائيلي بدأ يتحرك في ظهر القوات الخاصة طبعا بحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، وبالتالي هم مضطرين للانسحاب إلى مخيم جباليا أو إلى القرى والمدن الداخلية تحديدا. وهذا أيضا يفتح بابا للجيش الإسرائيلي ليستغل هذه المنطقة المفتوحة
التي نراها والتي تأتي فيها طبعا العديد من المناطق الزراعية المفتوحة، وجيش الإسرائيلي ممكن بسهولة أن يتقدم لهذه المنطقة، وهذه المنطقة تفتح بابا كبيرا لإسرائيل لاستهداف والبحث عن السيطرة على هذا التقاطع، أو حتى هذا التقاطع على سبيل المثال، لأن هذه التقاطعات لإسرائيل انبحثت من الوصول إليها بسرعة، وهذا الأمر مرشح جدا أن يحدث. طبعا قد تكون في الساعات القادمة أو في الأيام القليلة القادمة أن هذه التقاطعات توفر لهم طبعا مرونة كبيرة، شوارع واضحة تتجه هذا الشارع مثلا على سبيل المثال إلى جنوب مدينة غزة، ويفتح لهم طريق مباشر إلى داخل مدينة غزة الرئيسية، وكذلك التقدم باتجاه هذا الطريق المهم ألا وهو طريق صلاح الدين الذي أصبح شهيرا للغاية ومشهورا للغاية طبعا بسبب الحرب الجارية الآن على قطاع غزة، والسيطرة على هذا التقاطع أيضا يفتح للجيش الإسرائيلي قدرة على الوصول إلى هذا الطريق وطريق صلاح الدين لقطعه تماما بهذا الاتجاه. وهنا الجيش الإسرائيلي ممكن أن يضع الفصائل الفلسطينية في مشكلة حقيقية وفي سؤال واضح، وبأن هذا طبعا سيكون من القرارات الصعبة على الفصائل الفلسطينية، خاصة أن الجيش الإسرائيلي يجب أن لا ننسى بأنهم تقدموا بهذا الاتجاه وسيطروا على هذه المناطق وسيطروا على مخيم الشاطئ أيضا، والتقت هذه القوات بالقوات المتقدمة أساسا من الجنوب عندما قطعوا ووصلوا طريق صلاح الدين طبعا ووصلوا إلى شارع الرشيد طبعا، التقت هذه القوات سيطروا على برلمان غزة وغيرها، وبالتالي أصبحت تحت سيطرتهم هذا الطريق أيضا، وهو طريق وشارع البحر الذي يتجه إلى شارع الفلوجة الذي هو لا زال ليس تحت السيطرة الإسرائيلية. هنا السؤال الفصائل الفلسطينية، لأن إسرائيل ستبحث عن عملية التقدم بهذا الشكل وتطبق المنطقة بالكامل على الفصائل الفلسطينية من جميع الاتجاهات، أي أنها محاصرة من جميع الاتجاهات، وبالتالي أما أن يبقوا داخل المدن وأن يقاوموا القوات الإسرائيلية المتقدمة، وأما أن يبحثوا عن عملية الانسحاب لتعزيز تواجدهم بشكل أكبر في داخل مدينة غزة للتمهيد إلى مرحلة قتال عنيفة كنقطة أخيرة طبعا للقتال. سنرى ما الذي سيحدث خلال هذه المعركة، ولكن هذا التقدم يوضح لنا بأننا أمام تحول هائل للغاية، ويتساءل البعض لماذا إسرائيل تركز على المستشفيات تحديدا في طبيعة التقدم، لأن الجانب الإسرائيلي دائما وأبدا يرى أن الفصائل الفلسطينية تستغل هذه المستشفيات، خاصة أن التيار الكهربائي مقطوع تماما على قطاع غزة خلال هذه الحرب، وتحديدا شمال قطاع غزة، كذلك أن هنالك حصارا على الوقود وليس هنالك الكثير من الوقود، ونحن قد تعدينا تماما 40 يوما من هذه الحرب وهنالك شحة كبيرة في الوقود، وكذلك هذا يعني بأن المولدات لن تعمل نهائيا، ولكن هنالك مولدات ووقود في المستشفيات وهنالك كهرباء في المستشفيات، وبالتالي كما يتحدث الجانب الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية تستغل هذه المسألة لإدامة الأكسجين داخل الأنفاق الخاصة بهم لإدارة المعركة، لكي يبقى وتبقى الفصائل الفلسطينية قادرة على المناورة من خلال الأنفاق الخاصة بها لتحقيق خطة وتحرك دفاعي ناجح ضد الجانب الإسرائيلي. بالتالي إسرائيل تريد السيطرة على المستشفى الأندونيسي، وهذا الأمر أصبح واضحا، وهنالك مستشفى العودة أيضا التي تأتي قريبة من هذه المستشفى أيضا يبحثون عن السيطرة عليها، وبالتالي يفقدون الفصائل الفلسطينية القدرة على الاستفادة من المولدات والوقود والكهرباء الموجودة، وكذلك يصلون إلى أنفاقهم وفتحات الأنفاق الخاصة بهم، وبالتالي هنا الفصائل الفلسطينية مضطرة أن تظهر على الأرض بشكل أكبر من أجل القتال وجها لوجه ضد الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تفقد القدرة على المناورة من خلال هذه الأنفاق. وإسرائيل الآن أصبح لديها أكثر من مبرر لمهاجمة المستشفيات، خاصة وأنهم أثبتوا يوم أمس وأظهروا بحسب صور واضحة من مستشفى الشفاء بأن هنالك نفقا موجودا في مستشفى الشفاء، وكانت هذه اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية من داخل مستشفى الشفاء بطائرة درون بهذا الشكل وهي تهبط إلى هذا النفق الذي طبعا نراه بهذا الشكل، ومن خلال هذا الدرون طبعا أو الطائرة المسيرة توضح لك أن النفق ليس طبعا البسيط، هنا يظهر السلم كما تلاحظون الذي تستخدمه الفصائل الفلسطينية كما هو واضح، وبعد مسافة طويلة يصلون إلى باب موصدة وضعته الفصائل الفلسطينية بهذا الشكل. قال الجانب الإسرائيلي بأنه باب مضاد للانفجار، الفصائل الفلسطينية تغلقه بهذه الطريقة لكي توقف تماما وتعرقل أي محاولة من الجانب الإسرائيلي للاستمرار والدخول لهذا النفق، وكذلك تحدث
حيث بأن هذه أو هذا المربع الذي نراه هو عبارة عن فتحة تستغله الفصائل الفلسطينية، ممكن أن تستغله طبعا في عملية فتح هذه الثغرة أو هذا الثقب، وبالتالي يقومون باستهداف أو إطلاق النار مباشرة، أو حتى كما تحدثوا قاذفة أو قذيفة أو إطلاق نار أو أي شيء من هذا القبيل ممكن أن يستخدم من الفصائل تجاه الجانب الإسرائيلي عندما يكون الإسرائيليون طبعا متواجدين في داخل هذه الأنفاق. كذلك أنهم سيطروا على CCTV الخاص بمستشفى الشفاء، أي أقصد هنا كاميرات المراقبة بهذا المستشفى، وراجعوها وشاهدوا ما الذي جرى في 7 أكتوبر كما تلاحظ، واتضح أن هنالك الكثير والكثير من اللقطات التي نشرت للعديد من المسلحين الموجودين داخل هذه المستشفى، وكذلك ظهر عدد أيضا من المختطفين كما تحدث الجانب الإسرائيلي في داخل هذه المستشفى في 7 أكتوبر بعد انتهاء العملية كما تلاحظ هنا في الساعة 10:50 صباحا. وأيضا في نفس الوقت ظهر من خلال 7 أكتوبر بأن هنالك عربات خاصة بالجيش الإسرائيلي وهي تدخل إلى داخل مستشفى الشفاء، أي أن الفصائل الفلسطينية طبعا سيطرت عليها كغنيمة لهذه العربات. تلاحظ هنا عربة جيب أيضا خاصة بالجيش الإسرائيلي، وطبعا كان هنالك مختطفين أو رهائن قامت الفصائل الفلسطينية طبعا باحتجازهم بهذا الشكل، وبالتالي هم دخلوا مباشرة إلى مستشفى شفاء بحسب ما هو مسجل في 7 أكتوبر. وللتأكد ما إذا كنا في مستشفى الشفاء أم لا طبعا، وبسرعة سنلاحظ أن هنالك مبنى صغير، هنا مبنى آخر وشكل معين لهذا الحائط يبدو بهذه الطريقة، وهنا كرفان باللون الأبيض، وهنا منطقة مزروعة، وهذه منطقة مزروعة أخرى، وهذه البوابة، وهذا هو الطريق العام. نتجه بسرعة إلى القمر الصناعي طبعا إلى مستشفى الشفاء، هذه هي مستشفى الشفاء، نذهب إلى البوابة الرئيسية الخاصة بها، وستلاحظ فعلا أن الصور الظاهرة هي قادمة من مستشفى الشفاء ومن CCTV الخاص بها، وتلاحظ هذه هي طبعا نفس العلامات التي رأيناها قبل قليل، وهذه منطقة مزروعة أخرى نفس العلامات تماما، وهذا هو الكرفان الأبيض الذي كان واضحا، وهذه البوابة، وهذا هو الشارع الرئيسي، وبالتالي الصورة واضحة جدا، وبالتالي هذا هو الذي تستغله تماما ويستغله الجيش الإسرائيلي، وسيستغله في الفترة القادمة تجاه المستشفيات. لكن المستشفيات هي سلاح ذو حد كما نعلم، وبأن هنالك مدنيين أيضا يسقطون كضحايا بسبب هذه الهجمات، وهو أمر تتعرض بسببه إسرائيل للكثير من النقد والضغوط، ومن الولايات المتحدة الأمريكية صدق أو لا تصدق بأن هنالك أبرياء يقتلون يوميا، والمستشفى الأندونيسي أساسا كان هنالك ضحايا بسبب هذا الهجوم والقصف الذي تعرض له المستشفى الأندونيسي بكل تأكيد. وهذا أمر مهم بالنسبة للفصائل الفلسطينية، لأن الضغط على إسرائيل تبحث عنه هذه الفصائل، ويجب أن ننتبه أن الفصائل الفلسطينية أيضا رغم هذا التقدم الإسرائيلي إلا أنها لا زالت تسيطر على المدن الداخلية كما تلاحظ، كل المدن والشوارع وغيرها الرئيسية لا زالت تسيطر عليها وإن كان هنالك تقدما إسرائيليا، فإسرائيل لا زالت تتقدم في مناطق مفتوحة نوعا ما، لم تدخل إلى هذه المنطقة طبعا الموجودة بهذا الاتجاه بحرب شوارع حقيقية، لا زالت لم تدخل بهذه المعارك الداخلية خاصة في على سبيل المثال مخيم جباليا أو منطقة أو مدينة غزة، رغم هذه الإحاطة الكبيرة التي تأتي والتطويق الكبير من قبل الجانب الإسرائيلي. وبالتالي هنا الفصائل الفلسطينية ممكن أن تستدرج وتطلب الجانب الإسرائيلي من أن يدخل إلى هذه المناطق، وبعد ذلك يقومون بإدخال هذه الدبابات والمدرعات في حرب شوارع عنيفة للغاية، وكذلك يقومون باستخدام أيضا الهاونات الخاصة بهم والصواريخ لضرب التجمعات الإسرائيلية الموجودة في داخل قطاع غزة وأيضا الموجودة في خارج قطاع غزة لإضعاف هذا التقدم. كلما تقدمت إسرائيل كلما ممكن أن يحققوا مثل هذه العمليات ويستغلوا طبعا الأنفاق التي طبعا لا زالوا يتمتعون بها ولا زالت حاضرة في داخل هذه المدن، وإسرائيل لا تعلم الكثير عنها، وبالتالي الفصائل الفلسطينية تستطيع ليس فقط قتل الجانب الجنود الإسرائيلي
الإسرائيليين، ولكن أيضا هم قادرين من احتجاز رهائن، المزيد من الرهائن ومن الجنود الإسرائيليين هذه المرة بسبب حرب المدن وحرب الشوارع. كانت هناك لقطات قد نشرتها الفصائل الفلسطينية لطبيعة الخسائر للعشرات والعشرات من الدبابات يوميا من خلال هذه العمليات التي أظهروها والمقاطع. لاحظ كيف أنه في مبنى ويستهدف هذه الدبابة التي حاولت التوغل في إحدى النقاط، طبعا تلاحظ كيف أنها ضربت بهذا الشكل، وبحسب المقاطع تتحدث بأنها في حي التوام طبعا، وهذا هو مقاوم فلسطيني آخر وهو يستهدف دبابة أخرى للجانب الإسرائيلي. وهنا تلاحظ مرة أخرى كيف أن الاستهداف يأتي ناجحا بهذا الشكل، وبالتالي بالنسبة للفصائل الفلسطينية هي لا زالت تسيطر على المناطق جميعها داخل هذه المدن المهمة المكتظة بالسكان وبالمباني والشوارع الفرعية وغيرها. هم لا زالوا موجودين في رفح، في خان يونس، وكذلك في دير البلح أيضا، ولا زالت شمال قطاع غزة رغم كل التقدم إلا أن أساس المدن وداخل المدن لا زالت تحت سيطرة الجانب الفلسطيني من الفصائل الفلسطينية. بالتالي لا زالت هنالك الكثير من الخسائر التي ممكن أن يتعرض لها الجانب الإسرائيلي، وفي ظل الضغط في مسألة الأبرياء وغيرها واضح جدا الفصائل الفلسطينية بدأت تحقق شيئا من المكاسب الآن، وبأن الواشنطن بوست في 48 ساعة الماضية تحدثت بشكل واضح بأننا أصبحنا قريبين للغاية من هدنة لمدة 5 أيام من أجل تبادل الأسرى، والحديث بأن هنالك 50 رهينة أو أسيرا موجودا في الداخل في داخل قطاع غزة من الممكن أن يتم إطلاق سراحهم مقابل 5 أيام من الهدنة مع دخول الوقود والغذاء إلى كافة أنحاء قطاع غزة وليس فقط إلى منطقة واحدة. ورويترز أكدت بأن روسيا وإيران يطالبون بإيقاف إطلاق النار، ومن يجب أن يكون هنالك إيقافا لإطلاق النار. وطبعا بالنسبة للجانب الإيراني هذه المسألة خطيرة للغاية، لأن الجانب الإيراني لديه تصريحات من جهة أخرى، أوقفوا إطلاق النار أو الأمور قد تتسع، والأمر واضح من خلال تصريحات قد صدرت من وزير الخارجية الإيراني الذي كان قد وضح بهذا الشكل هذا اليوم وقال: نحن نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب من قبل فصائل المقاومة، ومن المحتمل أن نرى وضعا جديدا في المنطقة. يجب أن لا ننسى بأن جماعة الحوثي تمكنت من احتجاز هذه السفينة جالاكسي ليدر المملوكة من قبل شركة بريطانية وكذلك شركة يابانية، ولكن الخارجية الإسرائيلية أكدت بأن إسرائيل تؤجر وهي مستأجرة لهذه السفينة، وأن هنالك سيارات كانت قادمة من تركيا باتجاه الهند وتمكنوا من ضبطها واحتجازها، ولم يكن هنالك إسرائيليا واحدا في هذه السفينة، لكن هو يعتبر استهداف نوعي وخطر جديد على الملاحة بشكل عام، وخطر أيضا جديد على مضيق باب المندب كما يرى الكثير من المراقبين.